استقبال رائع جدا، استقبال رائع جدا، ونشكر الرئيس، نشكر الهلال الأحمر الجزائري، وشكرا لكم على كل حال، ويا رب فرج على فلسطين. تحية غزة، تحية الجزائر. خلاص في غزة والله صعبة، وبعدين طلعنا على مصر وكان بدنا عمليات، واجوا الاطباء الجزائريين واستقبلونا احسن استقبال في الطيارة، وتهلوا فينا وعملونا يعني منيح، والحمد لله على كل حال. الحمد لله احسن من قبل، احسن من كنت في غزة، وحس حالي اني في بلد التانية، والله يسعدكم. ايه هذه تاني خرجة، وهينا يعني الحمد لله مبسوطين، وهينا احنا عند الخيل والاصيل، وحاس يعني حالي في بلد التانية. اول شيء بداية بنشكر الدولة الجزائرية بدءا بفخامة السيد الرئيس، مرورا بكل الجهات المختصة التي قامت باستقبالنا، وكان حفاوة استقبال رائعة من ناس رائعين، الشعب الجزائري وأهلنا وأخوتنا في الجزائر أشقائنا. نشكر الهلال الأحمر الجزائري اليوم على تخصيصه اليوم للتنزيه على أطفالنا وأبنائنا اللي أتوا من الحرب في غزة، ما كان لهم مردود جيد على حالتهم النفسية اليوم. أنت بتشاهد أنه الابتسامة تاع وجوههم الحمد لله. تقدم بجزيل الشكر يعني للجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات. يعني هم عندهم امتحانات اليوم في الجامعة أونلاين، يعني هم يقروا عبالك في الجامعات في غزة كلها تدمرت وما كانش دراسة في غزة، فهم بالجامعات تقدم الدراسة الآن والامتحانات عبر الانترنت. البنات اليوم عندهم امتحانات اونلاين بيقدموها بجامعة الازهر في غزة. انا الحمد لله في مبسوطين، وعلى رغم الالم والجرح اللي بيعانيه اهلنا في غزة، ويعني كان الجزائر اوجدت لنا متنفس. احب نشكر دولة الجزائر وسيادة الرئيس والهلال الاحمر وبلدية سيدي راشد في ولاية بازة على استقبالهم لنا، واجواء جميلة وما شاء الله طبيعة حلوة، وشكرا لدولة الجزائر على استقبالنا. الحمد لله اليوم احنا كنا يعني فرحانين، ويعني اجواء جميلة جدا، الحيوانات كمان جميلة، ومزرعة يعني ما شاء الله. أنا اسمي إيمان نجار. أول شيء تعرضنا لقصف من الاحتلال الصهيوني في غزة، انقصفنا في دار جدي، وبعد ذلك قعدنا في مستشفى في خان يونس أسبوعان، وبعد ذلك ذهبنا إلى مصر وقعدنا مدة 3 شهور، ودرت هناك في مصر عملية واحدة، وبعد ذلك استقبلتنا الجزائر، وشكرا لها جدا لأنها استقبلتنا في بلدها، وتعالجت ودرت عملية هنا في الجزائر، وشكرا للهلال الأحمر الجزائري وشكرا للجزائر. كيفاش كان الاستقبال؟ الاستقبال كان جميل جدا ورائع، وشكرا لهم جدا. جميلة الجزائر ومناخها متنوع وجميلة جدا. اليوم اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري لولاية تيبازا استقبلت وفد من الجرحى الفلسطينيين المتواجدين من المستشفى بالفندق العسكري بن مسوس. فاليوم فترة صباحية كانت استقبالهم في مزرعة الخيول بسيدي راشد، وكانت هناك يعني أشغال، وكانت هناك ألعاب بالنسبة لمختلف أعمار، وكان هناك ركوب الخيل لكل الأعمار المتواجدة في هذا الوفد. والآن تواجدنا بمزرعة الحاج إبراهيم لتناول وجبة الغداء، بعدين إن شاء الله رانا راح ننتقل لنقطة أخرى اللي هي ضريح الملكي الموريتاني الآثار، ثم نتوجه إلى القرن الذهبي. هذه هي كلها النقاط اللي راح اليوم الوفد راح في هذا اليوم السياحي الترفيهي لهذا الفئة اللي راهي يعني راهي ضيوف الدولة الجزائرية،
وراهم ما يعانون من الحرب، وإن شاء الله حتى نكون ساهمنا ولو بنسبة قليلة جدا. الشيء اللي راهم يعانيوا فيه، الشيء اللي راهم يعانيوا الأهل الفلسطينيين وخاصة الغزة، أهل غزة في 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 من الحرب. إذا هذا هو كل شيء، وهذه كلها كل هذا تطبيقا لتعليمات رئيس الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة حملاوي ابتسام، وكل ما نفعله ينبع من القلب. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.